تعال اخدك على تقرير، وطبعا التقرير الحقيقه عن جريده الاهرام واحتفال الاهرام باصدار العدد 50,000 زي ما كنا بنتكلم. ويمكن امبارح كان في مقال او كلمه الرئيس بهذه المناسبه. احنا بنتكلم انه العدد 50,000 للجريده الاقدم الاكبر المستمرة دون توقف هو الحدث الإعلامي الفريد من نوعه والأول مش بس في مصر وفي الشرق الأوسط، حاجة تانية خالص. مش بس الأهرام، الصحافة المصرية صحافة تقيم وتقعد إن أرادت. الصحافة المصرية قادرة وكبيرة وعتيدة ومليانة أسماء تهز العالم. نشوف هذا التقرير حول احتفالات الأهرام بإصدار العدد 50,000 وفاصل ونرجع نكمل الكلام. ده يوم عظيم في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، لأن احنا النهاردة بنتكلم على 50,000 عدد، يعني 50,000 يوم، بنتكلم على مدى 147 سنة إصدار لصحيفة الأهرام، شيء عظيم ومشرف للصحافة المصرية والعربية طوال الوقت. الحقيقة احنا شرفنا النهاردة، كان شرف كبير جدا لينا أن سيادة الرئيس يختص الأهرام بمقال هو الأول من نوعه ربما في الصحافة المصرية. في هذا الإطار بيحيي في الصحافة العربية والصحافة المصرية والعاملين بالصحافة بشكل عام ومؤسسة الأهرام بشكل خاص. أنا بعتقد أن ده تقدير كبير جدا لدور الصحافة في كل الأوقات. النهاردة طبعا يوم خاص جدا في عمر الجريدة اللي بنحتفل بيه بصدور العدد 50,000، ودي طبعا مهمة كبيرة جدا. وزي ما أنا قلت يعني احنا بندي كل التحية، بوجه كل التحية للأساتذة الكبار والمؤسسين للجريدة طوال السنوات الماضية. الأهرام بالنسبة لي حاجة، هي جزء من تاريخ الصحافة المصرية، هي عنوان، هي بيت الصحافة المصرية في وقت كبير. طبعا ده لدينا بيوت كثيرة وعدة منها الأهرام ومنها الأخبار ومنها غيرها، بس في الآخر هي الأعرق والأقدم في تاريخ الصحافة المصرية. هي لما تقول 50,000 عدد، ده معناه تاريخ يمتد يعني لكل فترة طويلة اقتربت من 150 عام. قوة ناعمة في الصحافة والكلمة المصرية الحقيقة، وأصبح هناك منهج كبير للمؤسسة من الجوانب الاقتصادية مش بس الفكرية. الإصدارات اللي موجودة يعني لو 50,000 العدد عدد للأهرام، لكن هناك إصدارات أخرى مصاحبة للأهرام أثرت المجتمع الثقافي والذوق العام، وكمان غطت ده بره مصر مش جوه مصر بس. احنا بنقول مؤسسة الأهرام ألف مبروك، وإن شاء الله دايما بداهم التوفيق. احنا النهاردة بنحتفل بصدور العدد 50,000 لجريدة الأهرام الغراء. جريدة الأهرام من أقدم الصحف والمؤسسات الصحفية على مستوى العالم. احنا النهاردة بقالها 148 عام، نقدر نشوف إن هي ما يسبقهاش يمكن غير نيويورك تايمز الأمريكية، فده بيدينا الحقيقة دلالة ومؤشر على أهمية مؤسسة الأهرام الصحفية. مؤسسة الأهرام هي شاهد على العصر وعلى تاريخ مصر. كل الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية الحقيقة كانت الأهرام مشاركة مصر وشباب مصر وعلماء مصر وباحثين مصر في جميع أحداثها. شوف يعني اليوم بنحتفل بالعدد 50,000. العدد الأول كان 5 أغسطس 1876، النهاردة 29 أكتوبر 2023. بين التاريخين دول فيه تاريخ الأهرام، مدرسة ومدرسة عريقة، وسجلت تاريخ مصر، ومش مصر بس، ده الدول العربية والوطن العربي كله حتى عالمي.